تعرف على طريقة وكيفية تسجيل الاستفادة من الدعم الاجتماعي المباشر. نقوم بالضغط هنا، بعد سوف نقوم بالبحث هنا عن موقع HTTPMA، ثم سوف نقوم بالضغط هنا على طلب الاستفادة، هنا سوف نقوم باختيار الجنس، هنا سوف نقوم بإدخال رقم بطاقة الوطنية التعريف الإلكتروني، هنا سوف نقوم بكتابة المعرف الرقمي، هنا سوف نقوم بإدخال تاريخ الولادة، هنا سوف نقوم بإدخال الرمز الأعلى، بعدها سوف نقوم بالضغط هنا على التأكيد، من ثم سوف نقوم بإيقاف تشغيل الكتم. بهذه الطريقة نكون قد قمنا بحل المشكلة. ولا تنسوا الضغط على زر لايك والاشتراك في القناة، ونراكم في فيديوهات إن شاء الله.